أهدافها الحرية وعدالك في معية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية، ثورتنا ثورتنا. جيش صنع ثورة فاتحد معه الشعب، وشعب صنع ثورة فاتحد معه الجيش. فقد قامت ثورة 23 يوليو 52 على يد التنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش بزعامة جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط، وتحولت من مجرد انقلاب عسكري ضد النظام الملكي الذي حكم مصر طيلة 150 عاما إلى ثورة اجتماعية شاملة عندما أيدها الشعب المصري ووقف بجانبها في سبيل التحرر والنضال ضد الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني. عندما تولى جمال عبد الناصر السلطة كان عمره 34 عاما، وكان رفيقه خالد محي الدين 27 عاما. ولذلك آمن هذا الثائر الشاب بدور الشباب في التغيير والإصلاح، فيقول جمال عبد الناصر في عيد العلم: أيها الشباب، إن أول عمل أقوم به بعد انتخابي رئيسا للجمهورية العربية المتحدة هو أن أتحدث إليكم أنتم شباب الجمهورية العربية المتحدة. أنتم أمل المستقبل، أنتم الأمل الذي تتجه إليه الأبصار وتتجه إليه الأنظار، حتى نستطيع أن نبني ونعمل ونشيد ونسير قدما لنحقق الأهداف التي طالما نبينا بها، الأهداف التي تنحصر في الحرية والسيادة والعزة والكرامة. تسعة وخمسين سنة على ثورة يوليو، ثورة كانت حلم لكل المصريين وكفالة حقوق المواطن المصري، قامت على فكر وحلم راجل شال على عاتقه الهم المصري بل الهم العربي كله، جمال عبد الناصر. أول ما كان بيفكر جمال عبد الناصر مصر أولا وأخيرا والقومية العربية والريادة المصرية للقومية العربية. القومية العربية لجمال عبد الناصر جزء لا يتجزأ من مصر، وكانت قضايا العرب ليها أولوياتها لجمال عبد الناصر. نزاهة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تتمثل في أنه الرئيس العربي الوحيد الذي لم يزايد على الأمة العربية أساسا، بالعكس بل ضحى برجاله وبمال المصريين من أجل الإخوة العرب. ده في حد ذاته دليل قاطع على أن هذا الرجل صاحب قضية وصاحب مبدأ، وأن نحن في الوقت الحالي نحتاج أساسا لرؤساء أصحاب قضية وأصحاب مبدأ. والدليل كده كمان أن الرئيس جمال عبد الناصر يكفي أنهم لما توفى يعني لم يجدوا معه ما يكفي أولاده. وكان للتركيز على القضايا الاجتماعية والمساواة بين الطبقات ومجانية التعليم أثره في فرض معادلة غير معلنة بين الشعب المصري والنظام الجديد بقيادة جمال عبد الناصر، وهو ما جعل الثورة تتجه نحو توسيع الإصلاحات الاجتماعية وصولا للقضاء على طبقة كبار ملاك الأراضي وتفتيت الملكيات الكبيرة بما عرف بقانون الإصلاح الزراعي. لما كان بيحكم مصر كان مهتم جدا بأن تكون اقتصادياته وسياسته وخطط الدولة المصرية معنية بالشريحة المستهدفة من برامج. الشريحة المستهدفة من خطط جمال عبد الناصر كانت العمال والفلاحين وفقراء الوطن. وكان مثلا يعني نسبة الفقر قبل عبد الناصر 35%، انخفضت 25% بعد التجربة الاشتراكية اللي خدها عبد الناصر. النسبة دي وصلت دلوقتي ل 65% أو 55% حسب التقديرات المتباينة. فكان هدف عبد الناصر من الاقتصاد قبل ما نقول الأرقام إن هو يوسع الطبقة الوسطى، لأن دي عماد أي دولة قوية محترمة ومتقدمة وحديثة. وتوسيع الطبقة الوسطى دي عبر بقى خطط اقتصادية تنموية وتنمية بشرية وبناء الإنسان وهكذا.
فيما يتعلق مثلا بتوسيع الطبقة الوسطى أو الاهتمام بالعمال الفلاحين، عبد الناصر عمل مشروع الألف مصنع، بدأ بالخطة الخمسية الأولى والخطة الخمسية الثانية اللي وصلت سنة 68 معدل التنمية في مصر وصل لحوالي 7.8%، ودي بحسابات بنك الدولي. وكانت مصر في وقت معركة وأزمة عسكرية ومجهود حربي وهكذا. فتجربة ناصر كانت تجربة بناء وتجربة بناء اقتصادي وبناء إنسان، وكانت مستهدفة في الأساس توسيع الشريحة الوسطى على حساب الطبقة الفقيرة، بحيث أن الطبقة الفقيرة في مصر تلتحق بالطبقة الوسطى عبر التعليم من ناحية، ثم بعد التعليم عبر الالتحاق بوظائف، وعشان تلتحق بوظائف كان لازم في تصنيع. فكانت خطة عبد الناصر للتنمية قائمة على الفكرة الفلسفية. سلام وأمان، عاش الوعي العربي كله، ثورة في كل مكان، ثورة مارد للحرية، هب ونادى بالقومية، ثورة مارد للحرية، هب ونادى بالقومية، ردينا عليك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال، وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال، ردينا عليك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال، وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال. حيوا معايا قولوا معايا كان في عداله اجتماعيه، يعني احنا كنا بنروح المدرسه، كانت المدرسه وانا في الابتدائي كانت حاجه اسمها المواد الاجتماعيه دي، كانوا بيعلمونا التاريخ بالظبط وكانوا بيصرفوا علينا، وكان في عداله اجتماعيه. عبد الناصر نادى بالعداله الاجتماعيه، ولولا الراجل ده مش عادل ما كانش هيكون تاريخه موجود لغايه دلوقتي. بالنسبه لعبد الناصر زعيم الامه العربيه، واخد بال حضرتك، وانا لمست عبد الناصر لأول حاجة الإصلاح الزراعي والقضاء على الإقطاع، ثاني حاجة مدنية التعليم اللي أصبح حاليا الناس دلوقتي أغلبها اللي هم بتعود عبد الناصر أساسا بينكروا اللي عمله عبد الناصر. عبد الناصر عمل حاجات كثيرة للشعب كله وللأمة العربية كلها، وأنا طلعت برا وشفت الناس في دول الخليج، الناس الكبيرة في السن بتقول لي انه عبد الناصر ده، ايام عبد الناصر كان الفرد المصري ليه احترامه وليه قيمته بره لا تعد ولا تحصى. كان لتحالف الثوره مع طبقه العمال والفلاحين اثره في استمرار شعبيه جمال عبد الناصر، باعتباره كان زعيما يتمتع بكاريزما جماهيريه ونزاهه على المستوى الشخصي وطهارته، فلم يعرف عبد الناصر استغلال نفوذ او تربح او بحثا عن حياه الرفاهيه، فقد عاش بسيطا في بيته بمنشيه البكري رافضا العيش في اي من قصور الحكم، ولم تشارك زوجته تحيه عبد الناصر في الحياه العامه، ولم يكن لها دور سياسي. الحمد لله الذي حقق امال شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. نحن اليوم في ذكرى ثورة مصر المجيدة التي قادها البطل الثائر جمال عبد الناصر، هذا الإنسان الذي خرج من الشعب وهو
من الأبطال الذين مروا بهذه الأمة، ولا شك أن عبد الناصر كان من أنزه الحكام العرب على مدى ما قبله وما بعده، باعتبار أن جمال عبد الناصر لم يعني في هذه الدنيا عمل لصالح أمته ولصالح شعبه ولصالح التحرر في العالم، وتوجه التوجه الواضح للثورات في أفريقيا وفي العالم الإسلامي، فكان همه هو الشعوب ونهضة الشعوب وليس لديه أي هم شخصي. ومن هنا تأتي نزاهته وعفته ونظافة كف يده. وفي المقابل قلص نظام 23 يوليو من مساحة الحريات العامة وحقوق الإنسان المصري، وتضخمت الأجهزة الأمنية ومارست تصرفات غير مسؤولة تجاه أبناء شعبها، مما كان له أثره على المستوى الداخلي. إن حرب 5 يونيو 67 أوقفت المد الثوري لثورة يوليو، وخرج المثقفون والطلاب ليطالبوا بالديمقراطية وضرورة إجراء إصلاحات سياسية، ومطالبة جمال عبد الناصر بإعمال مبدأ الكفاءة للولاء في اختيار القيادات داخل الجيش ومؤسسات الدولة. ورغم ما قام به عبد الناصر من بعض المحاكمات المتسببين في الهزيمة وإقصائهم عن الجيش ومؤسسات الدولة وإقرار ما سمي بميثاق العمل الوطني، إلا أن سياسات الدولة الشمولية لم تتغير، واستمر نهج الحزب والتنظيم الواحد في البلاد. حسني مبارك قام عبر 30 عاما من حكمه بترسيخ نظام سلطوي ضخم معين، ومنح الصلاحيات لأجهزة أمنية قمعية قهرت الجميع واختصمت كافة القوى السياسية وأيضا الأفراد من مختلف طياراتهم السياسية. وتحول الحزب الوطني إلى المهيمن الواحد على الحياة السياسية في خلال 10 سنوات الأخيرة، ثم المحتكر الوحيد للسلطة والثروة والإعلام. وأصبح الولاء على حساب الكفاءة والاستحقاق لتلك الطبقة هو المعيار الوحيد للتعيين في المناصب الحكومية والجهاز الإداري للدولة والمؤسسات، وهو المعيار الحاكم حتى وصل الفساد إلى الذروة. إن ثورة 25 يناير تعتبر ثورة شاملة بكل المعايير، هدفها لا يقتصر على إسقاط النظام أو تحقيق بعض المطالب، وإنما تحقيق نظام ديمقراطي جديد، وهو ما فشلت فيه الثورة التي سبقتها في يوليو 52.